من المستثمرين الجالية المغربية المقيمة بالخارج. جينا لهذا المعرض انا والزوج ديالي شركة في شركة ديال إلياتكس، والحمد لله دابا عندنا هذه الفرصة. عملوا لنا واحد المنطقة تجارية، المنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، فتحت لنا الأبواب كمستثمرين بحكم كأن حنايا جالية مغربية وعندنا ديجا اكتيفيتي ديالنا على برا. دخلنا المغرب ولقينا ترحيب كبير لا من طرف الجماريك ولا من الغرفة التجارة والصناعة، كيقدموا لنا خدمات كثيرة. وبالنسبة لهذا المعرض، الميزة اللي عنده أن جميع البضائع اللي كتباع بالأثمنة ديال الجملة، يعني يقدر يستفد المواطن المغربي من جميع أنحاء المغرب، يجي يشري الكونتيتي اللي بغى. كنعرضوا المواد الغذائية، كاين السقاطة ديال الدراري الصغار، وكاين عندنا البرقوق، عندنا الزبدة، عندنا الروز، وثمنها مناسب، كاين بالجملة وكاين بالتقسيط، وصافي هادشي اللي عطا الله. وكاين البركة شي شوية شوية، كاين التجار وكاين حتى المستهلك العادي. كاين هنا كنقلبوا على لا هذا لا البيع بالجملة أكثر. كنهتموا ببيع الفواكه الجافة، عندنا العطرية وعندنا حتى القطاني بجميع الأنواع ديالها. عندنا حاليا متواجدين عندنا البرقوق، عندنا الإبزر، وعندنا حتى لاكاجو اللوز. اللي بغى شي حاجه مرحبا به في الستون ديالنا. اللي بغى يجي يشري بالكرو مرحبا به، حنا هنايا متواجدين دائما سوغ كوموند، وكيكون عندنا الحاجه ديسپونيبل. واللي ما بغاش سوغ كوموند، دابا المعرض اغتنموا الفرصه، كاين اثمنه جد مناسبه بالجمله. اثمنه بحال اللي عندي واحد الكيلو، عندي بحال اللي عندي 10 كيلو، عندي واحد الكيلو مثلا عيد البرقوق 57 درهم، في الخزين كيعمل 80 درهم. وبالمناسبه كنشكروا المسؤولين على هذه البديره ديالهم اللي عملوا لنا، وبانهم وفروا للناس المنطقه هنايا هاد الخزاين ولا الحوانت الصغارين ملي يجيو يتسخروا من هنا بنفس الثمن اللي كانوا كيتسخروا في سبته وفي الخزاين وداكشي. والاثمنه جد مناسبه كما كتشوفوا. كاين عندنا هنايا واحد المعرض على واحد المساحه ديال 1000 متر، اللي فيه تقريبا جميع المنتوجات المستورده هنايا بالمنطقه، واللي هي كتخضع لشروط السلامة الصحية والجودة كاينة. هذا العام إن شاء الله فتحنا الأبواب لجميع المواطنين بالإضافة إلى التجار. الآن هذا المعرض هو مفتوح في وجه جميع المواطنين، يعني في وجه العموم. الأثمنة إن شاء الله وصينا الناس ديالنا المشاركين هنايا أنهم يعملوا واحد الأثمنة معقولة، والبيع مفتوح كذلك بالتقسيط، والثمن التقسيط يعني غيكون تقريبا الثمن ديال الجملة. يعني اللي غيجي هنايا اي حاجه بغى يشوف هنايا يجي مع وليداته مرحبا به. والهدف ان الناس ديالنا يعني كما كيقولوا يعرفوا هذه المنطقه ويستانسوا يجيو لهذه المنطقه، لان هذه المنطقه كما تعلمون فهي تقريبا عام دابا، يعني عام وهي مفتوحه في وجه العموم. هو كان شويه تقصير من عندنا اننا يعني ما شهرناش هذا الفتح للعموم في وسائل الاعلام. دابا حاليا الحمد لله المنطقه مفتوحه، اي واحد اي مواطن او تاجر او زائر مرحبا به، من المغرب كامل يجي المنطقه ويزور ويشوف. وحنا نقدموا له جميع يعني بالنسبه حنا في جمعيه المستثمرين عندنا واحد المكتب هنايا ديال الاستقبال، كنستقبلوا التجار وحتى كاع الزوار. انا جيت من فرنسا هنا، احسن ما نمشيو حتى نسبته وعاود نتعذبوا ونشريو. كنشجعوا المغرب ديالنا وما كرهناش يكون كل شيء عندنا هنايا، اللي كنا كنشريوه في سبته نجبروه هنايا. اثمنه مناسبه الحمد لله، كل شيء مزيان، وكنتمناو هذا الشيء يزيد لقدام كثار ويزيدوا يعدلوا. ما شاء الله المعرض فيه كل شيء هنا، التغذيه، الملابس، المواد التنظيف، ما شاء الله عليكم كل شيء موفر هنايا. الله يوفقكم والله يعاون، وهكذا نبغيو بلادنا تكون احسن من هذا الشيء هذا. ما شاء الله عليكم. Thank you.